البداية دايما بالأخبار المحلية، وهنبتديها من النادي الأهلي. ومؤمن زكريا يدعم قائمة الأهلي أمام بتروجيت. استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على ضم مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى قائمة الفريق التي سوف تواجه بتروجيت غدا الثلاثاء باستاد السويس في مسابقة الدوري الممتاز. ويعود مؤمن زكريا إلى قائمة الفريق بعد أن تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة خلال المباراه الداخليه قبل عده اسابيع. وتتبقى مشاركه اللاعب في المباراه من عدمه متوقفه على رؤيه الجهاز الفني بقياده الكابتن فتحي مبروك المدير الفني للفريق، الذي قد يدفع باللاعب لتجهيزه لمواجهه الترجي الاحد المقبل في اولى مباريات دور المجموعات ببطوله الكونفدراليه الافريقيه. ولسه مكملين أخبار النادي الأهلي، ومحمود طاهر يقنع تريزيجيه بالبقاء في الأهلي مقابل زيادة في العقد. عقد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جلسة مطولة مع تريزيجيه لاعب وسط الفريق، أقنعه خلالها بالبقاء مع الفريق ورفض عرض الرحيل إلى أندرلخت البلجيكي في الموسم المقبل. وكشف مصادر داخل النادي الأهلي بأن طاهر وعد تريزيجيه بتحسين راتبه السنوي وتعديله بداية من الموسم الجديد ليصل إلى 2 مليون جنيه بعدما كانت تتم معاملته في الفئة الثالثة داخل الفريق. وطلب رئيس الأهلي من اللاعب بغلق ملف الاحتراف مؤقتا لحاجة الفريق إلى خدماته كواحد من العناصر المميزة، ووعدوا بالسماح له بالاحتراف في نهاية الموسم المقبل. ولسه مكملين أخبارنا من النادي الأهلي، وكريم بامبو يجري جراحة الرباط الصليبي اليوم. يجري كريم بامبو صانع ألعاب النادي الأهلي جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة المقصة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين على أن يعود للملاعب بعد 6 أشهر. على جانب آخر، يختتم الفريق استعداداته اليوم الاثنين لمباراة بتروجيت المقرر لها غدا في الأسبوع 36 لمسابقة الدوري الممتاز. ويسبق المران محاضرة للجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك يؤكد فيها أهمية الفوز على النادي البترولي بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق. والزمالك يتراجع عن التجديد لفيريرا، وميدو يكمل الدوري والكونفدرالية. قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التراجع عن التجديد للمدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا شهرا إضافيا على أن يكمل عقده الذي ينتهي في 11 يوليو. وأكد مرتضى منصور أن أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك سيعود للتولي المهمة واستكمال مسابقة الدوري والكونفدرالية الإفريقية. وأشار رئيس الزمالك أن التجديد لفيريرا لم يتم بشكل رسمي في الأيام الماضية، والأمر لم يتجاوز المفاوضات الشفهية. ولسه مكملين أخبار نادي الزمالك، وعلي جبري يغيب عن الزمالك في مباراة المقاولون. كشف أيمن فريد طبيب الزمالك عن غياب علي جبر مدافع الفريق عن مباراة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة 36 ببطولة الدوري الممتاز. وأثبتت الإشاعة التي خضع لها علي جبر أنه يعاني من إصابة بكدمة قوية في وجه قدم اليمنى تمنعه من اللحاق بمواجهة ذئاب الجبل، وكانت قد لحقت به في مباراة بتروجيت بالأمس في الأسبوع 35 بالدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.